أخبار اليوم. في مثل هذا اليوم ولد الفنان محمد سعد الشهير باللمبي، وبالتحديد في 14 من ديسمبر عام 1968. ممثل مصري اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية. شارع خد بقى اطلع لك في الشارع وتعالى بضارك وقفنا واضرب فاضل واضرب بذيش في الحتة دي هي دي التجربة يعني؟ الله نور يا استدومة، بس انا بقى مش عايزة تصحف الزحفة اللي زحفتها دي. كانت بدايته في دور صغير في مسلسل مازال النير يجري، كانت انطلاقته مع فيلم الطريق إلى إيلات عام 1993، لكنه لعب دور البطولة لأول مرة عام 2002 في فيلم الليمبي، وهي الشخصية التي قام بأدائها في 5 أفلام: الناظر، الليمبي، اللي بالي بالك، الليمبي 8 جيجا، مسلسل فيفا أتاتا. فأصبحت ملازمة له، وتمتاز شخصيات أفلامه بالغرابة في النطق وانتمائها للطبقات الشعبية، بينما تحصد أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري. وقد شارك أيضا في مسلسل من الذي لا يحب فاطمة في دور رأفت مع أحمد عبد العزيز وشيرين سيف النصر. كان معكم محمد فتحي، أخبار اليوم.